يعتبر نشاط شركة نفط الكويت من بحث واستخراج وتصدير للنفط مصدرا أساسيا للازدهار الاجتماعي والاقتصادي في دولة الكويت، إلا أن الشركة لها أهداف أصيلة تعكس مدى اهتمامها بسلامة العنصر البشري والحفاظ على البيئة الخضراء. من هنا الانطلاقة بالنسبة حق حماية البيئة والمحافظة على البيئة، وتكون عملياتنا مواكبة لأعلى معايير العالمية بالنسبة حق إدارة البيئة والأنشطة اللي ما تضر البيئة. وتميزت الشركة في إنجازاتها البيئية على مستوى العالم بعدة مجالات، منها تقليص مستوى حرق الغاز إلى حد عالمي، وهذا ما يعكس شغف واهتمام عمال الشركة بثروات دولتهم الكويت، فتتوالى منهم أفكار تتحول لمبادرات حية ومشاريع بيئية متميزة. وجزء من المبادرات اللي تبين حب موظفين الشركة على البيئة اللي يعملون فيها، خاصة أن شركة نفط الكويت مسؤولة عن مناطق شاسعة بالكويت، جت مبادرات داخلية من موظفيننا. رضا كبر الخير هنا سند السند، كانت هذه المبادرة يمكن تحت إشرافه، كان الأخ أبو فيصل محمد عبد الله كان أحد أفكاره هالواحة هذه. كانت فكرة الواحة هذه بعد ما انتقلت من البحرية إلى عمليات الإنتاج، ولاحظت حجم الدمار اللي صار في البيئة طبعا من الغزو العراقي الغاشم. كانوا يحاولون ان يخلقون واحة تكون مركز مشرق بالنسبة حق اهتمامهم بالبيئة، وتكون على نمط عالي ونمط مميز بالشركة. فكرنا في إنشاء منطقة تكون طبعاً متنفس حق العاملين في شركة نفط الكويت. كانت الفكرة مجرد إن بحيرة تسويها ودائرة مدارها شوية شير. اختار الفريق موقعاً تاريخياً لقرية قديمة لإعادة إحيائها وإصلاح تربتها من الأضرار البيئية، واعتمدوا مبدأ إعادة التدوير واستخدام ما هو متاح من مصادر متوفرة لإنشاء الواحة. والموضوع شلون هالفكرة هذه تنجز بجهود ذاتية، وكان أهمها إن شلون نستغل المواد إعادة التدوير والريسايكل من المشاريع اللي أنجزت مخلفاتها أو بعض المخلفات حسب تطوير بعض المشاريع اللي تركت، شو نستفيد منها بالمشروع نفسه أو بالفكرة هذه. طبعاً بدأنا الحفر البحيرة بتاريخ 30/11/2004. لما بدأنا الحفر يعني واحد من العمال واقترح علينا إن بدل ما نسويها بحيرة مجرد بحيرة وداخلها ماء، نخلي داخلها جزيرة على شكل الكويت مثل ما أنتم شايفين هنا. مع افتتاح الواحة تحولت المنطقة المتضررة في وسط الصحراء لواحة خضراء تضم أنواعا جمة من النباتات والحيوانات المختلفة. واحة الكويت مساحتها تقريبا 1,100,000 متر مربع، فيها حوالي 1,000 خلة، فيها حوالي 7,000 شجرة مثمرة وغير مثمرة، فيها بعض الحيوانات مثل الحمام والوز والبط
وسمك البلطي استزرعناه في بالواحة. وبفضل المرافق الخدماتية في واحة الكويت، تستطيع الشركة وعمالها استغلال الواحة في العديد من الأنشطة والمناسبات. فهناك قاعة اجتماعات مجهزة بشكل كامل بأجهزة حديثة تسع 50 شخصا، وديوان خاص باستقبال ضيوف الواحة، بالإضافة للمسجد الذي يسع 75 مصليا وخيم للاحتفالات الاجتماعية. في عندنا خيمة المقوع صغيرة حق التجمعات الصغيرة تتسع إلى 25 شخص. عندنا خيمة البرقان، خيمة كبيرة تتسع إلى حوالي 80 شخص حق الاحتفالات الكبيرة والتجمعات الكبيرة. واحة الكويت في صحراء برقان، كأي واحة في صحاري العالم، أثارت فضول الجميع وصارت مقصداً لزائري وضيوف الشركة ودولة الكويت على حد سواء. العمل اللي نعمل بالنسبة حق هالواحة بالجهد اللي صار خلاها مركز أو معلم بالقطاع النفطي، جهات رسمية تي شركة نفط الكويت أو وفود من الدولة ويشيدون بالجهد اللي صار، يبين رقي الشركة، يبين اهتمام الشركة بالبيئة، واخذ الصيت يعني على مستوى الكويت يمكن على مستوى المنطقة بعد. بالإضافة لورش عمل القطاع النفطي ومؤسسة البترول الكويتية، استضافت الواحة العديد من السفراء المعتمدين وضيوف الدولة الرسميين، كما عقد مجلس الوزراء جلسة كاملة فيها، لحق ذلك زيارة ويوم مفتوح للبرلمان والسفارة الكندية ووزارة الدفاع الأمريكية. ولم تقف عند هذا الحد، فقد جذبت الواحة انتباه المنظمات البيئية الدولية لزيارتها، وأهمها كانت زيارات منظمات البيئة و عن طريق الأمم المتحدة، كانوا يجون يشوفون شلون احنا قدرنا الصحراء القاحلة هذه المدمرة بيئيا إلى واحة خضراء. هذا يبين لك مدى إبداع الموظفين، مدى تميزهم، مدى إتقانهم بالعمل، مدى النهاية طلعت شيء كل من يتمنى يمر ويزور الواحة. والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وكل من شارك في إنشاء وتطوير هذه الواحة بواحة أفضل وأكبر منها في الآخرة بإذن الله. واحة الكويت ليست إلا أحد المبادرات البيئية الناجحة في شركة نفط الكويت، أينعت حولها واحات بيئية أخرى. ولن نكل عن العمل اليوم، فأمامنا مستقبل نأمل أن نحافظ فيه على بيئتنا نقية خضراء.